هذا التنوع ويشجع كل أصناف التعبير الإبداعي، سواء منا ما يلائم تراثنا العريق أو الذوق العصري لمختلف أنماطه وفنونه في تكامل بين التقاليد الأصيلة والإبداعات الأصلية. المكتبة الوطنية للمملكة المغربية دعانة أراد لها القيم. التراث والموسيقى الامازيغيه سولتيني استاذ شحال من اغنيه، يعني قبل ما نقول لك شحال من اغنيه غادي نبدا لك في البدايه باش نوصلك شحال من اغنيه، لان باش تستثمر هذا واحد النوع ديال الاستثمار وقليل اللي كيفهموه. باش نوصل نستثمر الاغاني خاص تستثمر المراحل، وتعلمت من عند الشيوخ واجتهدت. قبل ما نقول لك باع فيها 150,000. عظيم. 150,000 يعني في الشريط، إلا ما وصلش 200,000، لأن خرجت واحد الأغنية الموضوع ديال الزواج. حنا دائما كما كنقولوا كناخذوا وكنقتبسوا من الرواد اللي ربونا، حيتاش حنا إلا خذينا هذا التراث والشعر والفن الأمازيغي وترجمناه ودوناه. يجي ما كاينش، يبقى دا امبيتاسيون بيدجيتير، يعني حتى المسؤولين اللي كيكونوا كيسيروا اون فيت راه ماشي مديرين، راه غارديانات ديال هذوك الحيوط، ما عندوش باش يشري المنتجات الفنيه، ما عندوش بزاف ديال الحوايج. وفي الاخير باش نختم باسكو جي لو سونس دو لا فورمول، والمساله اللي كيفهموها، نقدر نقول لك بان واحد العدد ديال الثقافه عندنا كتنتج بزاف ولا فالور عندنا كتنتج بزاف، ما عندناش هاد الأدخاص كتبان لينا، عرفتي علاش؟ حيت أكثر الثقافة في المغرب كنديروها بالحلوى، لأن كنديروها لي بيدجي اللي كيخرجوا من عند لي دريتور باش كنخلصوا الفنانة، بالتالي الفنانة كيخدموا مي أون نو سي با كيل توج دو لارجون، فهمتيني شنو غادي نقول لك أختي؟ دونك خصنا لي بيدجي يكونوا لي زارتيست، ما ندوزوش فيهم ونديروا دي زاكروباسي باش نخلصوا ونقضيو الغرض، حنا ما بغيناش نقضيو الغرض. والثقافة والإبداع هي مثل ما يقول الفقهاء القانونيين، فيها الحق وفيها الواجب، متى وجد الحق وجد الواجب، ومتى وجد معا وجد القانون. حقي في الإبداع، حق الدولة في رعاية هذا الإبداع، في صيانة هذا الإبداع، وفي مواصلة هذا الإبداع. والحق والإنسان الذي يركب مركبة الثقافة والإبداع كمن يركب السيارة، عليه أن يرى أمامه، وعليه كذلك مرة يشوف اللور. اللور يعني يجب أن نحتفظ بموروثنا الثقافي، أن تكون ثقافتنا وصناعتنا في الإبداع ترتكز على ما هو حاضر، كما يجب أن تحافظ على هذا الموروث الطبيعي أو هذا الموروث الثقافي. أخيرا سأختم، والختام ديالي هو حول التوصيات. هذه آخر هذه الجلسة الختامية، سنخرج أكيد بالتوصيات. هذه التوصيات يجب أن تفعل ليس فقط من ناحية تكتب في وثيقة، لكن يجب هذه التوصيات أن تتبعها لجنة عمل، أن بلان داكسيون باش هذا الشيء يخرج للوجود. وهنا نرجع للتدخل ديالي اللي قال البارح، الاستمراريه. واضح. الاستاذ من اسبانيا العمده اعطانا مثال، هو عمده اسبانيا لمده 5 سنوات. لماذا بقى 5 سنوات؟ لان هذا السيد راى في الاسبان انه خصو يبقى، لانه شكرا مشاريع وخصو يكملها. احنا كذلك خصنا نفكروا. صافي واضح اخي، واضح. شكرا جزيلا. واضح. هناك التراث والموسيقى الامازيغيه سولتيني استاذ شحال من اغنيه، يعني قبل ما نقول لك شحال من اغنيه غادي نبدا لك في البدايه باش نوصلك شحال من اغنيه، لان باش تستثمر هذا واحد النوع ديال الاستثمار وقليل اللي كيفهموه. باش نوصل
نستثمر الاغاني راه تستثمر المراحل. وتعلمت من عند الشيوخ واجتهدت. قبل ما نقول لك باع فيها 150,000. عظيم. 150,000 يعني في الشريط الا ما وصلش 200,000، لان خرجت واحد الاغنيه الموضوع ديال الزواج. حنا دائما كما كنقولوا كناخذوا وكنقتبسوا من الرواد اللي ربونا، حيتاش حنا الا خدينا هذا التراث والشعر والفن الامازيغي وترجمناه ودوناه.